نزلها مقطع اليوم روبلوكس بروك هيفن قصه. طبعا ارجو معايا اخواتي مريم وديالا. انا مريم. طيب اليوم قصتنا هتكون ما بحرك لكم، بس خلونا نبدا من غير اي مقدمات على طول. يا صباح الخير. الساعه كم؟ الساعه 5:30 قربت 6 ورانا دوام. خلونا صحي مريم. مريم مريم تعالي يلا قومي. طيب يلا بروح اغسل وجهي. يلا بسرعه انا بصحي ديالا. يلا يا ديالا 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 يلا قومي. طيب يلا بسرعه. ايش تبي؟ خش بسرعه تروش بسرعه. طيب يلا اقول لكم انا اول. خلونا عشان انا وراي دوام تمام. يلا اطلع اطلع خلونا نخش اول. اوكي مش شرط شاري. يلا يا بنات بنات يلا اوكي اوكي تعالي المطبخ. ايش في ايش في؟ بسم الله. ايش في؟ خلاص خلاص ذبحنا ذبحنا ذبحنا. خلاص شيلي. يلا 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 روح بسرعة. هذا أنا بلبس تمام. يلا عشان هروح الدوام. يا مريم مريم يلا أنا بروح. تبي شيء؟ وأنا راجع بجيب أكل تمام. يلا مع السلامة. بروح لديالا تمام. ديالا وينك؟ إيش بك ديالا؟ نعم نعم أنا بروح الدوام. يلا تبي شيء؟ لا شكرا. يلا مع السلامة. يلا بروح المطبخ بروح المحل عشان وراي تنظيف. امس ما سويت تنظيف للاسف. وصل يلا خليني اجينا ناخذ عدة التنظيف. ما مسح مسح الحمام مرة اهم شيء اول حاجة بعدين ارجع. طيب خلصت هذيك الجهة باقي لي جوا وباقي لي هنا كمان. هنا عند الكراسي لازم انظف. والله شكرا مرة متعب مرة متعب تعب. خلاص بس اللي هناك بقي لي ذيك المنطقة بجلس أغسل هذا كله وبس. خلاص خلص بروح الحمام. بس الحمام المقرف ذا حقهم ياكل شط ويجلس يسووه هنا. طب أنا خلص تخليني أطلع برا المحل وهذولاك أخواتي بروح أشوفهم. خلوني أخذ دراجتي. ها هلا كيف إيش فين جاكم؟ هلا والله. شوفي جمعت هذه الفلوس. شوف أنا أختي خذنا دي. وريني والله يعني احتسب كويس والله. جمعت هذه طبعا يعني كذا 500 تمام. انا في الشهر انا طبعا اعطاني مرتب المدير اعطاني المرتب حق الشهر فهذه الشنطه الحين. اعطوني فلوس كل واحد منكم يلا. اوكي انا شكرا. كل هذه الاشياء اعطيني اعطيني اوكي اوكي خلاص يلا اجلسوا اشتغلوا. مجاني من عندك؟ لا 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 طبعا ايش انا بروح اجيب لكم اكل تمام. طيب يلا احنا مستنيك في البدايه ما تجي الساعه 4. ايوه انتم 4 يخلص دوامكم صح؟ 4 الفجر ولا 4 العصر؟ اوكي ايوه. هلا والله هلا. انا بغير مكاننا. وين تروحوا؟ ما اعرف نشوف بعدين نرجع نفس المكان. بس قولوا لي قولوا لي اول دوام جماعه الجماعه خلاص. طيب يلا طيب انا روحوا روحوا. طيب اخذ ايس كريم خطة ودوريتوس. ناخذ تفاح احمر وتفاح اخضر وناخذ موز تمام. ناخذ بيتزا ما عندنا غير ذا. اخذنا بيتزا. ناخذ مويه مويه خلصت. اخذ مويه اخذ حليب اخذ هذا العصير وناخذ الصودا الكولا. اشوف كمان معاي معاي 1000 خلاص. ناخذ الهيرشيز وهذه ذي. يلا خلوني انا حاسب طبعا بنفسي للاسف. خلاص اخذت هذا بروح الحين البيت وبستنى اخواتي. طبعا وصل خلوني اخش جوا. جاية 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 تمام. تعالوا خش خش خلاص خش خش تمام الحمد لله. قومي طيب قومي يا مريم اعطيني انا اوقفها لكم. خلوني اوقفها. اوكي وقفتها. خلوني اخش جوا البيت وافاجئكم طيب الحين بفاجئ اخواتي. اوف اختي جالسة تصلي؟ خلاص طيب عادي عوافي. خلصت الصلاة؟ شوفي جبت لكم اكل. اكل جبت بالهبل كله بقالة. يلا روحوا هذا غير ملابسكم قصدي هذا انا بسوي لكم الاكل. انا في الحمام وكي قاعدة اخذ اتوش تمام لحد يجي. تمام يلا يلا. طبعا ما عندنا ملابس ثانية خلاص. عندك؟ كل واحد ياخذ بيتزا. خذي مريم بيتزا. اعطيتك؟ خذي يا ديالا. والحمد لله صرنا من اغنى الاغنياء. وغرفة صار فيها سات ابو بيت كبير واسانسير. هلا اختي. هلا. كيف البيت؟ مرة يجنن والله. فلوسنا هذه انت تعبنا وسوينا وهذا هذا المهجو المشهود اللي من جد نجحنا فيه. اي والله الحمد لله. طب ورينا غرفتك. تعال.
تعالي. فين الفكرات؟ ها يلا ورينا. طبعا هنا في تلفزيون عشان تتفرج من هذه المقعده اللي قدام. حلو حلو. وبس هم زين كذا. هنا سرير فوق. نايس ما شاء الله. بنزل تحت خلوني اشوف. طبعا الصاله ايش كبرى، اول كانت كنا علبه تونه. طيب هذا غرفه مين؟ تعالي وريني السيارة. طيب هذا بيتنا الحمد لله كبير، والسيارة طبعا دي سيارات سنا، هذه سيارة ديال ومريم، هذه سيارتي وهذه سيارة العائلة. ايوه يلا مريم ورينا غرفتك. يا كثير يعني الدخول غرفة مريم اذا احد يريد الدخول دق الباب. هذه الصورة كذا. ايوه اوكي. وحط التلفزيون. تمام اصبري. ايوه طلعت عثمان اثنين اشرعه. نايس. وبس والله حلو. ايوه صح. تعبنا وسوينا وهذا اشوف. ايوه حلو هذا، حركة حلوة. وان شاء الله عجبكم هذا المقطع، لا تنسوا من ضغطكم على زر اللايك وشير وسبسكرايب. سلام.